السلام عليكم الخوت، تحياتي للجميع وتحية ودانية لجميع الاخوان. المهم قبل ما نبغي نبداو الفيديو كنبغي نقدموا لكم الشكر الاخوان على الدعم وعلى التشجيع ديالكم وعلى الكومونتيرات الزوينه اللي كنلقاو في الفيديوهات. شكرا لكم بزاف للاخوان ديالنا هنا المقيمين في المغرب، الاخوان اللي مجالية مقيمة خارج المغرب، الأشقاء ديالنا الجزائريين التونسيين الليبيين. كنشكركم بزاف على البارطاج وعلى الدعم والتشجيع وعلى التعاليق اللي كنلقاو زوينة، شكرا لكم بزاف. المهم بالنسبة للحلقة ديال اليوم حلقة خاصة، لأننا غيكون معنا ضيف خاص اللي هو المولوع الكبير وهرم من أهرام الولاية في المغرب اللي هو السي حسن بودا، غني عن التعريف، إنسان طيب من أطيب خلق الله، مولوع كبير استفدنا منه ومازال كنستافدو منه بكل صراحة. بالنسبة للموضوع إن شاء الله اللي غيدردش معنا اليوم هو تعريف مختصر ما هو الكانتينيفيو. بالنسبة للموضوع ديال اليوم هو تعريف مختصر ما هو الكانتينيفيو وفرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا المولع كي دايرين؟ هانين، كلشي مزيان، كلشي بخير، نتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير. اخوان اليوم غادي نديرو واحد التعريف مختصر على الكانتي اللينبيو. ما هو الكانتي اللينبيو اخوان؟ الكانتي اللينبيو هو اون كانتي دي تراسلادو. ما هو كانتي دي تراسلادو اخوان؟ كانتي دي تراسلادو هو واحد الريبيرتوريو سيليكسيونادو ديال كانتي ديال خنجيرو، يعني بالعربيه الاخوان واحد التغاريد منقوله ومعزوله من تغاريد طائر الحسوم اخوان. الصفات الرئيسيه باش كيمتاز هذا الكانتي ليبيو هما اولا لانيتيديس بالعربيه هي الحده والتمطرو، تغريد كيكون فيه من الحدة والتمطر. ثانيا لكلاريداد الوضوح، تغريد كيكونوا واضحين لي غوربي، واضحين تغريد واضحين. ثالثا لابوزا، طائر كيدير لابوزا كيستريح كيتكلم بالجمال وكيوقف، هذا هو واش كيمتاز الكانتي ليبيو اخوان. الكانتي ليبيو هو كانتي دي تراسلادو، كانتي دي تراسلادو هو الكانتي ليبيو اخوان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، فطوركم بالصحه والراحه، فطوركم الاخوان، السلام عليكم.